نموذج مهم للبيتكوين وأهم التوقعات. إذا كنت مستثمر أو مضارب مهم كتير تشاهد هذا الفيديو. هاي أرباحنا من قناة التليجرام. إذا كنت بتفضل فرص أو صفقات استثمارية انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. البيتكوين حاليا بمناطق 17,000 تقريبا بهاي القناة العرضية. الغالب شباب رح نعمل نفس الحركة الماضية. اذا بنشوف البيتكوين على فريم اليوم نحن بقمة هاي القناة، حاولنا نكسر مرة واثنين وثلاثة ما قدرنا. بالغالب مثل المرات الماضية بنهبط بمقدار 20 أو 25%. إذا جينا نشوف وين رح تاخدنا الموجة بنسبة 20% منشوف هدفنا هو مناطق 14,000 بالضبط. بنكون عمال منلامس الترند الصاعد للبيتكوين. إذا الحركة المرتقبة للبيتكوين حركة سلبية بالضبط. إذا جينا نشوف سعر الدولار منشوف الدولار عن نقطة مهمة جدا هي 104. قد يتم الارتداد من هنا لان هي منطقة دعم، وبالغالب نحن بنعرف الدولار والبيتكوين على علاقة عكسية، يعني ارتداد الدولار الى الاعلى هذا يعني راح نشوف تصحيح بالبيتكوين. كلامي هذا بيتوافق مع مجلة الانفنستيج وتوقعات كبار المحللين بهبوط البيتكوين الى مناطق 10,000، والاخرين يتوقعون هبوط البيتكوين من 5 إلى 10,000. شباب اللي متابع قناتي اللي بيتذكر من كم شهر انا نزلت فيديو وذكرت بالفيديو السابق انه انا في احد الاشخاص معلين اوامر شراء عند مناطق 8,000. بالتالي هذا كله تكهنات لقاع البيتكوين، لكن النقطة المتفق عليها نحن الان بقمة هذه القناة قد نلامس هذا القاع وقد نكسره. اذا دخولك صديقي الان بمنطقة حرجة جدا، لازم تنتظر التصحيح ما بين 16 إلى 16,200. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد.